السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل امبارح الى البحرين للمشاركه في الدوره ال 33 لمجلس جامعه الدول العربيه على مستوى القمه والتي تعقد بمدينه المنامه. مشاركه الرئيس السيسي بتاتي في اطار حرص مصر على التنسيق مع الاشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف، وذلك في ضوء المرحله الحرجه التي تمر بها المنطقه العربيه. كمان امبارح دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الاسبوعي للحكومه قال ان الحكومه المصريه تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ووصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية في البنك المركزي. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق التقرير. أخبار كتيرة حصلت امبارح. الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل لمملكة البحرين للمشاركة في الدورة 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة اللي بيعقد بمدينة المنامة. وبتأتي مشاركة الرئيس السيسي في القمة في إطار حرص مصر على التنسيق مع الأشقاء العرب وتوحيد المواقف والصف في ضوء المرحلة الحرجة اللي بتمر بيها المنطقة العربية والتحديات الكبيرة اللي بتواجهها على مختلف المستويات. ومن المقرر أن يعقد الرئيس عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقاء القادة العرب على هامش القمة لبحث سبل تعزيز التعاون وآليات التنسيق المشترك. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للمجلس، وده بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتم بحث واستعراض عدد من ملفات العمل المهمة. خلال الاجتماع كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن أن الحكومة المصرية تسلمت من الجانب الإماراتي قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، وصل بالفعل مبلغ 14 مليار دولار، وهو ما أسهم في ضخ المزيد من الموارد الدولارية. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مع أمارة كالون وزير الدولة العامة والشؤون السياسية بدولة سيراليون. أشاد الدكتور مدبولي بالتطور الإيجابي لعلاقات التعاون بين مصر وسيراليون خلال الآونة الأخيرة في المجالات المختلفة، وأشار إلى أن أحد ثمار هذا التعاون هو توقيع بروتوكول تعاون بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وزارة الإدارة العامة والشؤون السياسية بدولة سيراليون. كما أشار إلى أن بروتوكول التعاون بيتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع جميع الدول الإفريقية. امبارح شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية مراسم توقيع محضر استلام الأرض لتنفيذ مشروع إنشاء محطة لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 10 جيجا وات غرب سوهاج، وده باستثمارات أجنبية مباشرة تتخطى 10 مليار دولار.